مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة في مساء الخير. من اليوم واليوم الأربع إن شاء الله يشرف مساء الخير بأن يكون عندنا فقرة حوارية ثابتة من الساعة 11 ل 11 ونص فقط عن مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة، وهذا انضماما للاحتفال اللي بيقيمه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في ذكرى ميلاده المئوي لقداسة البابا شنودة. أكيد بيسعدنا كلنا أن احنا نتكلم عن حكيم عصره، عن حبيب الملايين، عن الأب اللي لما حد بيحاول يتطاول أو يجي وينال من سيرته بيكون الردود بالملايين، بيكون الردود للمسيحيين والمسلمين، بيكون اللي بيقول أنه بابا لكل المصريين الكل، لأنه فعلا قامة وطنية قبل أن تكون قامة كنسية، أحب الجميع فما كان إلا من الجميع أنه يحبه. حكيم عصره، كلمات أقل ما تقال عن قداسة البابا شنودة. كان أمين في خدمته، كلنا تعلمنا منه يعني إيه خدمة، يعني إنك تبحث عن الفقراء في كل مكان، كان في قلبه طول الوقت. في عز تعبه ومرضه كان أمين أنه ينزل للجنة البر علشان يطمن ويشوف اللجنة وشغلها مع إخوة الرب. وطنيته اللي بيشهد عليها العالم كله، كم من أزمات تعرض لها الأقباط في الفترات وفي عهده في عشرات السنين، وما كان منه إلا أنه ينحاز للوطن وأننا جميعا أبناء هذا الوطن وتحل مشاكلنا داخليا، فأرسى هذه المبادئ. كمان اهتمامه بالقضايا السياسية العامة اللي بتشغل الوطن بشكل واضح جدا ومباشر جدا، لما قال ان احنا مش هندخل فلسطين الا مع اخواتنا المسلمين، وكانت دي رؤيته ان احنا نتشارك طول الوقت. حقيقة أمين وصادق وجميع أحبه والجميع يكن لها كل تقدير واحترام. هتكون فقرتنا الحوارية على مدار من اليوم اليوم الأربعاء القادم في مساء الخير مع أناس التقوا بقداسة البابا على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الوطني كمان، قضايا شائكة كتيرة، ناس احتكت عن قرب بقداسة البابا شنودة، خلينا نعرف عنه أكتر. لكن كل اللي أنا عايز أقوله في الفترات الأخيرة وبقالنا في الكام سنة الأخرانيين دول، يمكن كتير أو بعض المحاولات للنيل من شخصية عظيمة بقدر قداسة البابا، فما كان إلا ردود والمحبة بالملايين، وشفنا ردود أفعال غير متوقعة، شفنا ردود أفعال تقول إن اللي بيروح لا، أفكاره بتفضل، أمانته في خدمته بتفضل، رعايته لأنه كان راعي أمين، فرعايته كمان بقية في قلوبنا طول الوقت. البابا شنودة باقي وهيفضل، لأن كنيستنا دائما ما تقدر الأباء، والبابا 117 سيظل في قلوبنا، لأن إحنا اللي بيروح ده إحنا بنتعلم، دي كنيسة بتكمل على بعضها. حقيقي دائما بمتن للمركز الثقافي وعلى رأسه وقيادته نيافة الأنبا أرميا، لأنه دائما بتعلم منه الوفاء والمحبة الصادقة. ففكرة المئوية ميلاد قداسة البابا شنودة أكيد كلنا هنكون حاضرين. خلينا نقول لحضراتكم أتمنى أن أنتوا تشاركونا وتفضلوا وتشرفونا في المركز الثقافي. هيكون عندنا يوم واحد واثنين، يومين للأبحاث العلمية والنقاش حول بعض المفكرين اللي كتبوا عن البابا شنودة أو أي أعمال قدمت عن قداسة البابا شنودة. ويعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عن الحفل الختامي لفعاليات الاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث يوم الخميس 3/8 على المسرح الكبير بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. يشارك في فقرات الحفل كورال أم النور، كما يتضمن الحفل العديد من الفقرات المستوحاة من تراث قداسة البابا الثمين والزاخر. ويأتي هذا الحفل ختام لفعاليات تمتد من 1 أغسطس وتبدأ بالمؤتمر العلمي والبحثي يرفع ستار في 8 مساء. يسعدنا مشاركتكم بالدعوات الرسمية. خليني أقول لكم اللي حابب يحضر حفل المنارة أو يشاركنا في هذا الاحتفال، الدعاوة موجودة بالمركز الثقافي، ولكن بتيجي حضرتك وبيكون معاك صورة البطاقة وبتاخد العدد الدعاوة اللي انت محتاجهم انت أو أسرتك وكل من يحب يشاركنا في هذا الاحتفال. خلينا ننتقل مع حضراتكم لأخبارنا اليوم، واللي صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عاد لأرض الوطن بعد المشاركة في القمة الأفريقية الروسية الثانية التي انعقدت بمدينة سان بطرسنبرغ
في روسيا الاتحادية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في الدورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية بحضور القادة الأفارقة المشاركين في ثاني أيام القمة الروسية الأفريقية. خلينا نطلع نشوف فيديو لهذا اللقاء، والصورة الختامية كانت عايزة أقول لكم كانت عظيمة جدا لتوسطها السيد الرئيس، وهذا تقديرا لدور مصر في أفريقيا والعالم أيضا. خلينا نطلع نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لمدينة سان بطرسبورغ بروسيا الاتحادية، حيث شارك في النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية. يسعدني أن أتوجه اليوم في الدورة الثانية للقمة الروسية الإفريقية التي تشرفت إلى جانب الرئيس بوتين بإطلاق نسختها الأولى بشكل مشترك عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث صاغ هذا المسار إطاراً مؤسسياً مستداماً يليق بحجم وعمق الشراكة التاريخية التي تجمع بين الدول الإفريقية وروسيا. كما شهدت الزيارة لقاء ثنائيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. فخامة الرئيس بوتين، اسمح لي أوجه لك التحية والتقدير وأشكركم جدا على الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لنا استقبلت بيه هذا فيه. وإحنا حريصين فخامة الرئيس على أن إحنا نلبي دائما دعوات فخاماتكم فيما يخص مجالات التعاون المختلفة أو أيضاً على مستوى القارة الإفريقية، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من جلسات المؤتمر والتي تطرقت لكافة القضايا التي تهم القارة الإفريقية، وكذا عقد سيادته عدة لقاءات مع القادة الأفارقة. في نهاية الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة سان بطرسبورغ عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. الحمد لله على سلامتك يا ريس. عايزه اقول لكم من اول يوم لتولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يضع مصلحه افريقيا بالمساواه مع مصلحه مصر، مفيش فكره ان انت تستفيد لوحدك، بل الجميع يجب ان يكون على نفس القدر من الاستفاده. خلينا ناخد مع حضراتكم دكتور احمد عبد الدايم، استاذ بكليه الدراسات الافريقيه جامعه القاهره، ويقول لنا اكتر عن اهم القرارات اللي خرجت من هذه القمه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. برحب بحضرتك دكتور احمد. بدايه خليني اخذ انطباعك قبل ما ندخل في تفاصيل القرارات وغيرها، اخذ انطباعك عن هذه القمه وهذا التوقيت
وشايفة الحفاوة اللي بتستقبل بها مصر، حتى تواصل السيد الرئيس في الصورة الختامية هي أيضا كلها رسائل لا تأتي أبدا بالصدفة يعني. بطبيعة الحال إن هذا يعني هذا الحضور للزعماء الأفارقة رغم إن يعني هو أقل من القمة الماضية، لكن ملفت للنظر مسألة يعني الحفاوة الكبيرة والاستقبال الحار بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وخصوصا انه لم يكن حتى رئيس الاتحاد الافريقي لكن باعتباره مؤسسا لهذه القمة الروسية الافريقية حينما كان رئيس الاتحاد الافريقي عام 2019. وطبعا ده كمان دلالة واضحة على ان اهمية مصر كمعبر لافريقيا، وهي طبعا اهميتها الاستراتيجيه في العالم العربي والشرق الاوسط، ويعني تدلل هذا الحضور يدلل على استقلاليه القرار المصري عن الغرب والشرق، فبالتالي كمان هناك حفاوه كبيره لحضور هذا يعني لهذا الحضور المصري يعني في هذا التوقيت، واحنا شايفين هذا يعني تلك الضغوط السياسيه التي مورست على الزعامات الافريقيه في هذا الوضع. لكن علينا ان يعني قبل ان ندخل في نتائج القمه الافريقيه، يعني سنجد روسيا هي بتقدم يعني في نفس توقيت يعني ان بتقدم نفسها كبديل موضوع للغرب، يعني في مساله في الحاجيات الافريقيه مثلا في الطاقه والحبوب والتكنولوجيا. انت عندك امنين، الامن الغذائي والامن العسكري، وهي قادره على التامين. انا جاي لك في الحاجات دي، لكن هي علينا ان نعرف في البدايه ان روسيا هي ليست جمعيه خيريه او جمعيه للبر والاحسان، لكنها زي مثل اي قوه كبرى تريد الاستفاده من الخيرات الافريقيه والموارد الافريقيه، فبالتالي هي يعني هي ضامنه، هي تستثمر في افريقيا، وهي تقدم يعني هذا الدعم لافريقيا. هي تدرك ان المنطقه الافريقيه او القاره الافريقيه هي يمكن مكان مضمون بالنسبه للاستثمارات الاوروبيه. لكن احنا لو احنا بحثنا في مسائل النتائج اللي وصلت اللي خرجت بها القمه الافريقيه، هنجد هناك ايجابيات القمه الروسيه الافريقيه، هنجد هناك يمكن اكثر من ست يعني نتائج هامه، ابرزها هذه التسويه الهامه في مساله الديون الافريقيه. يمكن روسيا اسقطت يعني اسقطت حوالي 23 مليار جنيه دولار عن افريقيا، و بما يوازي 90% من الديون الافريقيه لروسيا، بل قدمت يعني تقريبا ما يوازي 90 مليون جنيه لسداد اللي هي تقريبا 10% المتبقيه كتسويه للديون الافريقيه. واعتقد ان ما فيش دوله يعني كبرى يعني زي الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول، أو حتى فرنسا القوى التقليدية، لم تقدم هذه التسوية في مسألة الديون بشكل خاص. أعتقد أن المسألة كمان هرجع لها مثلا موضوع المنح اللي حضرتك أشرت إليه في مسألة الأمن الغذائي، وأن هي كمان قدمت تقريبا منح مجانية في الحبوب لست دول إفريقية. بس احنا لو نظرنا للست دول إفريقية هنجدها ان مثلا ممثلة في بوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى وإريتريا وزيمبابوي والصومال تحديدا، لكن هذه الدول يعني هي اصلا ومالي، ودي اصلا مرتبطه يعني بافريقيا الوسطى، طبعا هي هذه الدول مرتبطه بروسيا تحديدا وفي علاقات استراتيجيه وامنيه كبيره للغايه. الامر الاخر يمكن الامر الثالث يعني هذا التفاخر بان روسيا كمان بتقدم نموذج في يعني هي تفاخر الغرب وتفاخر فرنسا على وجه التحديد ان النموذج بتاعها للتعاون الامني والاستخباراتي انجح من النموذج الغربي سواء الامريكي او الفرنسي يعني عموما، وهي تعطي امثله يعني تحديدا لنجاحها مثلا في افريقيا الوسطى، مالي، البوركينا فاسو وليبيا، والان كمان تدعي برغم ان ده ممكن يكون في كلام حواليه ان النيجر كمان على اساس ان رفعت الاعلام الروسيه في
في انقلاب النيجر، فبالتالي يعني تدعي كمان ان ليها ان هي المسيطره على الوضع في هذا في هذا الامر. طيب فيك اخذ من حضرتك بس نقطه اخيره وهي يمكن مهمه لنا كمصريين اكثر، وهي ان يكون الدفع بالعمله المحليه للدول. اعتقد ان دي من اهم النقاط اللي هي كمان يعني احنا هنحاسب بالجنيه، لان احنا مصر من اكبر الدول المستورده للقمح على مستوى العالم. طبعا هي 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 المساله ان هي كمان مساله الاعتماد العمله المحليه، هي ما قالتش العمله المصريه يعني لا هي لكل الدول. الروبل كل الدول الافريقيه يعني كل العملات الافريقيه، دي معناه ان كمان ان هي ده هذا القرار موجه تحديدا لسياسه الدولار والعملة واليورو الأوروبي، فبالتالي دي كمان حلول للمشكلات الإفريقية للمشكلات الروسية والإفريقية على وجه التحديد، وكمان مواجهة عملية لمسألة العقوبات اللي كمان بتعاني منها روسيا. أفريقيا تملك ربع التمثيل الدائم في مجلس الأمن الدولي، فبالتالي هي هنا نقدر نقول استقطبت هذه النسبة يا فندم؟ اعتقد هي لا يعني هي هو افريقيا اعتقد ان كمان هي القمه دي هي مفيده ليها في الصراع الدولي، واثبتت يعني حتى التمثيل الافريقي اللي كان موجود رغم 49 دوله و17 رئيس، لكن هي اثبتت استقلاليه القرار الافريقي، وان كمان هي افريقيا غير خاضعه للغرب، وان هي كمان بتحاول ان تستخدم الروس كمان على وجه التحديد في المطالبه بمقعد دائم في مجلس الامن، وتطالب ايضا بمقعد ايضا دائم في يعني قمه العشرين يعني او مجموعه العشرين. فبالتالي اذا كمان ان هناك كمان نوع من الوعي الافريقي في الاستغلال القوى الكبرى كمان من اجل المصالح الافريقيه. هل من الممكن ان نجد اتحاد افريقي يعني يعمل على الاستفادة من كل هذه الفرص؟ ما بعد روسيا هنلاقي بعد كده استقطاب أكتر من أوروبا، بعد كده هنلاقي في محاولة أيضا لاستجداءهم من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الدائرة اللي بتلف طول الوقت، هل ممكن نلاقي الاتحاد الأفريقي قادر على السيطرة أكتر ويستفيد أكتر؟ لا هو وضع طبيعي انك انت بتعملي على الاستفاده من كل هو مساله ان عدم الانحياز لاي قوه من القوى ده بيديك قوه في حد ذاته، بمعنى انك انت لو انحازت للغرب زي ما في قوه افريقيه انحازت للغرب ولم تحضر هذه القمه الروسيه، ويعني ويمكن كمان ويعني بانت ويمكن حتى الرئيس بوتين تحدث عن هذا الامر ووجه الانتقاد للضغوط الغربيه اللي مورست على بعض القوى الافريقيه او بعض الزعامات الافريقيه لعدم حضور القوى الدول رؤساء الدول الافريقيه. لكن في مساله الاستغلال هو اعتقد ان احنا خلينا على ارض الواقع، يعني افريقيا احنا عالم نامي، فبالتالي احنا برضو لا نناطح الغرب، احنا نستفيد من الصراع ما بين القوى هذا الصراع، وكمان اصلا انت كمان افريقيا منهكه، فبالتالي هي عاوزه تستفيد من اجل مصالحها، سواء القمم الروسيه بتستفيد من القمه الصينيه، القمه الامريكيه، احنا شفنا الحضور المكثف للزعامات الافريقيه في القمه الامريكيه الافريقيه، فبالتالي اعتقد ان هذا الامر يعني احنا لا نتهم القاره الافريقيه وكانها تنحاز يعني في كل قمه من القمم لا دي سياسه، هو بحث عن المصلحه وتبادل مصالح، ما هو بالتالي انت لا تاخذ فقط، انت تاخذ وتعطي، فهنا هي تبادل المصالح في السياسه ده شيء طبيعي بالتاكيد، لكن يعني احنا هي من باب الاستفاده كمان، وانت بتحاولي يعني في ظل هذا الصراع الجيوسياسي اللي احنا بنشوفه في العالم، افريقيا اعتقد ان هي بتحاول ان تستفيد من هذا الصراع وتوظفه لصالحها كمان، وخصوصا ان هي بتعاني من مشاكل الفقر، من مشاكل الارهاب، من مشاكل الجريمه المنظمه، من مشاكل في عدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات التنميه او خطط التنمية اللي هي المعلنة في حتى الاتحاد الافريقي اللي اعلنها كخطة عامة للدول الافريقية بشكل عام، فبالتالي لدينا مشاكل كثيرة، وكل الدول الافريقية تحاول ان تستفيد من هذه الشراكات الدولية الموجودة حول العالم.
كل الشكر لحضرتك دكتور أحمد عبد الدايم أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة. خلينا كمان نكمل بما أن مصر المحرك للمنطقة. وصل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحثت القاهرة الفصائل الفلسطينية على المشاركة في اجتماع الأمناء العامين على تلبية طموحات الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام. وتبحث الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع الأمناء العامين برئاسة الرئيس الفلسطيني غدا سبل إنهاء الانقسام، حيث من المقرر أن يعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر لبحث التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية. خلينا أقول لكم أن مصر من أول الدول وإلى الآن هي القضية الفلسطينية على أولوياتها. كل ما نتمناه أن يكون الصراع الفلسطيني اللي بيؤخر الحلول وبيخلي حتى انحياز الدول الخارجية لفلسطين أو القضية الفلسطينية، يقولك إذا كانوا هم على خلاف مع من سنتوافق. فبالتالي كل اللي بيتمناه أن يتم التوافق بشكل حقيقي غدا، هيكون في اجتماع داخل مصر، أتمنى أن كلهم يبقوا حاضرين، أتمنى أن يكون في الحضور نية أصلا لوصول حل فلسطيني للحلول عشان نوصل بالقضية الفلسطينية إلى بر الأمان، لأن الضمانة الوحيدة هي الوحدة الفلسطينية، أن يكون جميعا على قلب رجل واحد، لأن فكرة الانقسام بتخلي الاستقطاب بيتم لبعض الناس وبعض الفصائل على حساب القضية الفلسطينية. لكن كل ما نتمناه فعلا في هذه الزيارة أن تكون القضية الفلسطينية هي على أولويات الجميع، هي الوحيدة الموجودة على طاولة الحضور. نكمل مع حضراتكم. وتسلمت مصر اليوم الرئاسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الشبكة 20 بالقاهرة تحت عنوان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشآت وفقا لمبادئ باريس، الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات. وتسلمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني. وتقدمت السفيرة مشيرة خطاب بالشكر للرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا على الجهود التي تم بذلها خلال رئاسة الشبكة. حقيقة أنا عايز أعرف أكتر عن الشبكة، مؤسسها، أهميتها، وجود مصر أنها تكون هي الرئيس في هذا الفترة هيفيدنا في إيه، هيكون وقوع علينا إيه، من خلال أستاذ هشام قطب خبير المجتمع المدني. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ اول. برحب بحضرتك. حابه اعرف اكتر عن المشاركه المصريه في الشبكه العربيه للمؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان. النهارده بتولي مصر الرئاسه الدوريه للشبكه الشبكه العربيه للمؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان، ده في المؤتمر 20 بالقاهره. وبتهدف الشبكه الاحترام حقوق الانسان، وبتكون مرجعيتها في ده المبادئ والقيم الاساسيه المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدوليه والاقليميه لحقوق الانسان. وبتتكون من كافه المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان في الدول العربيه، وزي ما حضرتك قلتي اللي تم انشائها لمبادئ باريس اللي اعتمدت بالقرار 134 للجمعيه العامه للامم المتحده في 20 ديسمبر 1993. المؤتمر النهارده انا شايف من وجهه نظري ان بالتواجد اللي موجود فيه من منظمات دوليه واقليميه وخبراء وممثلين المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان في الوطن العربي بشكل عام، وبيتعاون في ده، موجود في المؤتمر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنيه والمفوضيه الساميه، ده بيدي دفعة قوية في مجال التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الوطن العربي في ظل ما يشهده البلدان العربية من أهمية في هذا الشأن، يعني خصوصا لما تشهده المنطقة يعني عموما بشكل عام للدور اللي هي محتاجاه في تدعيم ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات والمجتمع المدني بشكل عام لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي ونشرها بالشكل ما يليق. فأنا أعتقد بوجود سيادة السفيرة مشيرة خطاب برئاسة الدورة دي الوضع بيتغير بشكل أعتقد أنه هو هيبقى فيه تحسن أكتر وأكتر، ويقفل أبواب كتير قوي من اللي هي دايما بتتهم مصر
ان مجال حقوق الانسان عندها او ملف حقوق الانسان موجود عندها بشكل يمكن منذ تولي السيد الرئيس وهو وضع لفكره حقوق الانسان معايير جديده، وهو قال حياه كريمه هي حقوق انسان، صحه لل 100 مليون مواطن ده حقوق انسان. هو عمل اطار جديد لفكره حقوق الانسان وليس الحقوق السياسيه فقط التي يحيا بها الانسان. ان انا لما يبقى عندي مصر من بعد الفتره اللي فاتت او زي ما بنقول كده في ظل الجمهوريه الجديده وترسيخ المبادئ الجديده اللي احنا بنبتدي ندعمها وبنجيها، القياده السياسيه في مصر وضعت مفاهيم زي ما حضرتك بتقولي جديده وابتدت تشتغل عليها، لان كان منظور حقوق الانسان في مصر هو منظور الثقافه السياسيه فقط لا غير، وبيختزل البعض ثقافه او فكره حقوق الانسان في التعبير عن الراي او حريه الراي فقط لا غير. وده كان شيء يعني بينقص من حق او بيهدر من قيمه حقوق الانسان اللي المتعارف عليها على مستوى جميع بلدان العالم. حقوق الانسان بتتمثل في حياه كريمه زي ما احنا بنقول وابتدينا نتخذ النهج ده في مصر، بتتمثل في الصحه، بتتمثل في التعليم، بتتمثل في كل جوانب الحياه، كل ما يحق ان يتمتع به الانسان من انسانيه فهو يعد حق من حقوق الانسان اللي لابد ان الدوله بتدعمه في كل البلدان العربيه وبلدان العالم كلها. ده على ما اعتقد عندي سؤال اختياري مش اجباري، يعني هو فكره ان احنا بنتكلم عن حقوق الانسان وهذه المشاركه ما بين الدول العربيه، هل من الممكن ان انا الاقي بكره او مش بكره بمعنى كلمه بكره، يعني عندي وزاره للسعاده على غرار وزاره السعاده في الامارات مثلا، هل ممكن ان انا الاقي عندي هذه الروح ويكون عندي وزاره فقط معموله علشان تسعد المواطنين؟ هو سؤال مش اجباري خالص يعني. لا هو لكن هي امنيه مطروحه يعني. هو انا اتمنى زي ما انا موجود مع حضرتك النهارده وبناشد بده برضو، بس مش يعني انا فكره وزاره السعاده في الامارات لان هم وصلوا من مرحله من المراحل ان هم ابتدوا يهتموا باكثر جوانب اكثر. احنا في مصر اتمنى ان يتم اطلاق مبادرات تمام تدعم من الدوله بحيث ان يبقى في نهج ده يبتدي يدعم الفكره، يعني ما فيش حاجه هتتولد من اول بس لحظة. بس خليني استفيد بوجود حضرتك واحكي لكم حكايه. يمكن كنت في زياره قريبه للامارات وكنت في العربيه ففتحت الراديو اشوف الناس بتسمع ايه وعايزه اسمع. فحقيقه والله يا استاذ هشام كان في برنامج معمول لمساعده الفقراء، يعني مش فكره ان الامارات هي عندهم وزاره للسعاده وان الحياه وردي خالص. سمعت برنامج بيقول ان احنا عندنا سيده وام الاطفال وظروفها صعبه في الراديو وبيطلبوا تقديم مساعدات لهذه السيده. ففكره الفقر موجود في كل الاماكن، فكره ان الاحتياج للمساعده والبرامج اللي بتعمل عداء موجوده في كل مكان، لكن فكره بقى بلوره ان انت تظهر الجوانب الجيده اللي عندك بشكل دولي لدرجه ان الدول تشير اليك وتقول الله دول عندهم وزاره سعاده، لكن برغم من كده في اماكن فقيره كانوا بيتكلموا عنها على برنامج في الراديو بشكل مباشر. يعني انا مع حضرتك في الجزء ده، مفيش بلد على مستوى العالم تخلو من الفقر او تخلو من الاحتياج، ولكن هناك اراده سياسيه هي اللي بتدخل الموضوع في حيز التنفيذ. وانا اعتقد في خلال الفترات اللي جايه ان احنا انا عن نفسي من خلال المجتمع المدني هيبتدي اطلاق العديد من المبادرات الفتره اللي جايه تخص على غرار صناع الامل في الامارات، بس هنتنصر واحنا دائما اصحاب المبادرات الجيده والانسانيه، وده هيبقى موجود ان شاء الله في الفتره اللي جايه. نتمنى ان يبقى الدوله بتدعمنا فيه باذن الله. واحنا كقناه هنتابع حضرتك، ولو ده حصل هنبقى اكيد داعم لهذا وناشر ان شاء الله باذن الله. واحنا سعداء دايما ان احنا بوجودنا معاكم والله. حضرتك اضافه لينا النهارده استاذ هشام، منصه اعلاميه محترمه دايما موجوده في كل حدث بتساند الدوله. شكرا. انا سعيد جدا ان انا ببقى موجود معاكم حقيقي جدا. شرفتنا ونورتنا استاذ هشام قطب خبير المجتمع المدني. عايز اقول لكم فكره الاهتمام والثقة في المجتمع المدني والسماح لي بالعمل بشكل فعلا حقيقي ومتوسع على الأرض، ده بيضيف. مفيش دولة بتمشي مؤسسات رسمية طول الوقت، لكن فكرة العمل المدني هو قادر على الوصول لتفاصيل بتبقى على المؤسسات بعيدة شوي. فبالتالي إن الدولة كمان تدعم المجتمع المدني علشان تصل أقوى وأكبر خدمات والكل محتاج لهذه الخدمات، ده دور أيضا على الدولة أنا متأكدة أنها أدوا. يعني من الأخبار الجيدة فكرة إن المرأة
تحتل منصة مش تحتل أو تعلو منصة القضاء وتزين المنصة القضائية. ده من الأخبار الجيدة جدا، لكن اسمحوا لي هناخد فاصل وهنرجع نعرف النهاردة كام امرأة دخلت في مجال القضاء، واللي كان بعيد جدا عن المرأة المصرية. وفي ظل اهتمام السيد الرئيس بكل المناحي اللي بتخص المرأة اللي هي شايلة البلد دي فعلا في كل تفاصيلها السيئة، فبالتالي هنرجع ونحتفي بقضيتنا ولكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم ومستمرين مع أخبارنا. واللي تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار القرار الجمهوري بشأن تعيين عدد 34 قاضية كدفعة جديدة من القاضيات في وظيفة رئيس من الفئة بي بالمحاكم الابتدائية والنيابة العامة. أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بقرار رئيس الجمهورية، والذي يؤكد على حجم ثقته وتقديره للمرأة المصرية وإيمانه العميق بمكانتها وأهمية دورها ومشاركتها كعضو أساسي لبناء المجتمع. وجهت مايا مرسي التهاني إلى القاضيات التي شملن قرار رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه تقع عليهن مسؤولية كبيرة بتوليهن هذا المنصب القيادي المهم، حيث يمثلن نموذجا وقدوة للأجيال القادمة من الفتيات. وإحنا كمان سعداء وبنبارك للقاضيات ونتمنى لهم كل التوفيق. خلينا نعرف أكتر وأهمية هذا القرار مع دكتورة أستاذة هالة عبد القادر، ناشطة في مجال حقوق المرأة ورئيس مجلس أمناء. مساء الخير أستاذة هالة. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء النور. قولينا حضرتك كيف استقبلتي خبر تعيين 34 قاضية جداد وابتدت المرأة المصرية تدخل في مجالات لم تكن تدخلها من قبل رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بالضبط، يعني اللي حضرتك قلتيه في نهاية الكلمة البسيطة اللي حضرتك قلتيها، اللي هي المرأة ابتدت فعلا تدخل بقى التاريخ الصحيح للمرأة المصرية، وده الحقيقة اللي ما كناش بنتمتع بيه قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن كان حلم تولي المرأة للقضاء ده كان من الأحلام اللي كنا بنشتغل، وإحنا بنشتغل دايما نقول تولي المرأة للقضاء. عارفة لما تحطي في ديل القايمة إيه هي مطالب النساء، نقول حاجات ساعات كتير ونيجي في آخرها كده على استحياء شديد نقول وتولي المرأة للقضاء. وكنا الحقيقة ما بيبقاش عندنا الأمل الكبير إن هو هيتحقق، لكن كانت أمنيات. فالنهاردة بإن سيادة الرئيس يعين 34 قاضية في محاكم ابتدائية وفي نفس الوقت بتاخد المسار الطبيعي لكونها تبقى قاضية وتبقى في النيابة، دي مسألة، دي بتقول ان فعلا القيادة السياسية هي مؤمنة بدور المرأة بشكل حقيقي، لان اي فعل بيتم لصالح المرأة مش ممكن يكون ليه ثقل ويثمن الا لو كان فعلا النظرة للمرأة بهذا الشكل، وده اللي بيثبته سيادة الرئيس دائما. حقيقة حضرتك شايفة إيه الأماكن الأخرى اللي المفروض خلاص بقى في ظل هذه الرعاية وهذه الثقة المتبادلة بين الرئيس والمرأة المصرية إنها تكون ده المرحلة القادمة اللي نشوف فيها المرأة بتظهر وتزين هذه الأماكن؟ طبعاً إحنا عندنا في مساحات لسه طبعاً، يعني مش هقول فارغة تماماً، لكن مثلاً إحنا عندنا المرأة بقت عمدة، فنتمنى إن ده يبقى موجود بشكل أكتر ويرتفع. محافظ عدد قليل. محافظ. رئاسة الجامعات محتاجين النساء تمثل فيها، رئاسة وزراء محتاجين المرأة تمثل، وزارات مختلفة، وزارة التعليم، وزارة الصحة، كل الوزارات تبقى المرأة ممثلة وتاخد دورها على فكرة طبيعية. إحنا مش عايزين تمييز، يعني لا عايزين تمييز مع المرأة ولا ضد المرأة، يعني أنا ضد أن نقول أن المرأة تاخد كل الأماكن، لا، بشكل طبيعي وبشكل فير جدا تبقى حسب كفائتها وقدراتها تعين في جميع المناصب وتكون هي يعني موجودة على قدم المساواة مع الرجال من زملائها ومن الناس اللي فعليا بتبقى في الموقع ده، ما ينظرش ليها كامرأة أو رجل لكن قيادة حقيقية تقدر تساعد في دعم هذا الموقع اللي هي ممكن تعين فيه. إيه هموم المرأة
اللي محتاجين الفترة القادمة يكون فيها تدخل، يكون فيها تواجد انها تتحل، او ايه المشاكل حضرتك شايفة ان المرأة ما زالت تحتاج لتدخل من الدولة والمؤسسات والقوانين؟ الحقيقة انا عندي التدخل اللي بقيت في الفترة الاخيرة بتكلم عليه، يمكن احنا القوانين عندنا بدأ كتير، او من القوانين اللي كان نفسنا نشوفها بدأت تبقى موجودة ان شاء الله، يكون يعني قانون الاحوال الشخصية اخرها، ويكون قانون موحد للعنف ضد المرأة يكون موجود، ودول القانونين اللي اعتقد هيبقوا بالنسبة لنا بنكمل المنظومة التشريعية بالنسبة للنساء دي مبدئيا. مثلا مفوضية التمييز اللي نص عليها الدستور 2014 اللي هي بنقول ان هي هتبقى برضو يعني لها دور كبير جدا بإزالة التمييز من الممارسات اللي موجودة. اللي انا بقى بقول عليه ونفسي يبقى موجود فعلا تغيير الثقافة، وده هيبقى بدعم من الإعلام ومن الجمعيات الأهلية ومن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية اللي تتكلم على تغيير الثقافة اللي هي فكرة العادات والتقاليد اللي موجودة بشكل بيوصم المرأة دائما إنها أقل وإنها غير جديرة بإن هي تتولى مواقع أو مناصب. مش هيبقى دور دولة بقدر ما هو دور مجتمعي ومؤسسات. بعد كده أنا قلت إيه، الإعلام ومؤسسات دولة ومؤسسات مجتمع مدني، لأن تغيير الثقافة مش ممكن يقوم بيه مثلا المجتمع المدني لوحده، لا، لأن الإعلام عندنا موجود والإعلام دوره كبير جدا، فلازم يكون رسالة الدولة الدراما تبقى طالعة بشكل يكون فعلا بغير الثقافة اللي لسه لغاية النهاردة إحنا برضو بنعامل المرأة على إنها أقل. المؤسسات اللي فيها وظائف للرجال ممنوعة للنساء لسه لغاية النهاردة حضرتك موجودة في بنوك النهاردة بتقول وظائف للرجال، ده الدولة ما أقدرش أنا أروح كجمعية أهلية أو مجتمع أطالب فيها. لسه عندي في بعض الأماكن اللي بتعامل المرأة بشكل أقل من الرجال. اللي بيحصل النهاردة وسيادة الرئيس بيعمله هو بيقول لنا أنتوا بقى يلا عليكم الدور الباقي، يعني لا تقبلي بأنك تكون الأقل بقى، يعني ما روحش وظيفة يقول أنت هتاخدي أقل من الرجل الموجود فيها فأنا أقول لا خلاص ماشي عشان أنا محتاجة. فكرة أن أنا بقى في كل حاجة لها قواعد وقوانين تضبط هذه القضية. وعلى فكرة اللي حضرتك بتقولي عليه ده شكرا، الثقافة أنا ما أقصدش فيها من الرجل ضد المرأة، دي من المرأة لنفسها هي اللي لازم ما تبصش لنفسها على أنها أقل، وأن هي لا أنا ما استاهلش غير كده، وأن كويس كفاية عليا أن أنا خدته. دي كلها مسائل ليها علاقة بالثقافة اللي المفروض كلنا بندعم فيها بعض، الدولة بتدعمني وسيادة الرئيس بيدعمنا بقى يعني بشكل كبير جدا باللي بيحصل النهاردة. كل يوم في قرار عندنا بيقول قد إيه القيادة السياسية مؤمنة بينا وبدورنا، إحنا علينا ننظر لنفسنا إزاي، المجتمع كله ينظر لنا إزاي، علشان كل ده إحنا النهاردة بنبني بلد. خلينا أقول إن التمييز ضد المرأة يبدأ من مقاومتها هي شخصيا طبعا، فهي دي المسألة اللي لأني زي ما بقول لحضرتك جزء أساسي من الثقافة نظرة المرأة لنفسها ونظرتها لقدراتها، فدي كلها إحنا المفروض كلنا ندعم بعض فيها، والمجتمع المدني كمان، وإحنا يعني بنحاول ده طبعا من خلال التدريب والتوعية وفكرة إن طول الوقت زي ما بيقولوا كده الذن بإن المرأة قادرة وإن هي تقدر. والنهاردة قدرة المرأة على فكرة اللي إحنا بنطالب فيها مش عشان المرأة ذاتها، لا، لأن إحنا بلد النهاردة هي قوامة مجتمع في النهاية، كلنا النهاردة بنبني، واللي بيبني ده بيبقى عايز جميع عناصر المجتمع تشارك، مش عنصر دكتور واحد ولا عنصر أقل. بشكرك دكتور هالة عبد القادر ناشطة في مجال حقوق المرأة. هي فكرة المجتمع المدني يمكن في أوقات كده بيبقى فيه مود غالب على الحلقة، زي ما اتكلمنا من شوية عن المجتمع المدني اللي بيتكلم عن حقوق الإنسان، بيتكلم دلوقتي عن المجتمع المدني اللي يجب أن هو يدعم المرأة. المرأة دي أنا عايز أقول لكم في كل الاستحقاقات اللي فاتت وكل الأزمات اللي مرت كانت هي عمود الخيمة في البلد دي، كانت هي يعني الحجر اللي واقف في وش أي حد ممكن يقرب من مصر، كانت هي المحرك لزوجها وابنها وأخوها وكل اللي ممكن يقف قدام البلد دي، كانت المرأة المصرية دي هي الحائل، فلها الحق أن تأخذ كل الحقوق. أما عن مش هقول قضية، لكن الشاغل اليومين دول كله نتيجة الثانوية العامة. امتى نتيجة الثانوية العامة؟ كل شوية بقى لينكات، كل شوية انتظروا الآن نتيجة الثانوية العامة، حالة قلق فعلا. أنا مقدرة مشاعر كل الأسر اللي عندهم طالب من طلبة الثانوية العامة، لكن صرح شادي ظلت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة الامتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل. وأضاف المتحدث الرسمي أن نتيجة الثانوية العامة تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة. وأكد شادي زلط أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا موعد النتيجة فور الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بها. وتهيب وزارة ده أهم حاجة بقى في التصريح، وتهيب وزارة التربية والتعليم بكل وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائها الطلبة وأولياء الأمور. إحنا كمان بنضم صوتنا لصوت وزارة التربية والتعليم بفكرة إن مش كل موقع كل جريدة طلع تجري يا جماعة انتظروا على صفحتنا بعد ساعات بعد ساعات، بقى لنا 3-4 أيام على بعد الساعات دي. فرفقا بالأهالي ورفقا بالطلبة، لأن ده ناس مستنية تحدد مستقبلها، أسر بذلت مجهود مادي ومعنوي ونفسي بقى لهم سنة، السنة دي من شهر 7 اللي فات على فكرة، يعني سنة بالظبط. فرفقا بهم وسيبوا الأمور تمشي بالراحة. خلينا نعرف أكتر عن ما صرح به سيادة الوزير من خلال الأستاذ أسامة عبد الكريم الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. برحب بحضرتك معانا، وقول لنا آخر التطورات ومتى من يعني أول سؤال هو متى نتيجة الثانوية العامة؟ والله خلينا يعني أكمل على كلام حضرتك إن إحنا بنآزر أولياء الأمور، لأنه طبعا الفترة دي عصيبة جدا جدا على الطلبة وأولياء أمورهم، وكله طبعا على ينتظر على حر من الجمر نتيجة الثانوية العامة. وكثرة التكهنات خلال الأيام القليلة الماضية ما بين إن النهاردة النتيجة لنتيجة خلال ساعات، لكن آخر تصريحات كان أدلى بها مع الوزير بخلاف البيان كان فيه مكالمة هاتفية معاه إنه النتيجة مش النهاردة ومش بكرة، وقد تكون الثلاث يعني مش قبل يعني الثلاث، يعني أول أغسطس بالظبط. بالظبط مش قبل الثلاث. يعني إن ما كانش بعد ما كنش قبل. طب كل شوية بيطلع يقول النتيجة خلصانة النتيجة خلصانة، يقصد هو النتيجة طبعا. بص يا فندم، النتيجة طبعا كل أولياء الأمور عندهم اعتقاد إنه فكرة إنه خلص التصحيح يبقى النتيجة خلصت. لا، في مراحل يعني خطوات ثانية بتمر بها النتيجة بعد الانتهاء من عملية التصحيح، منها فرد الأوائل وترتيبهم. احنا يقال ان عندنا 30 طالب وطالبة هم على قائمة الأوائل، هذا من جميع المحافظات كلها. ديت أرقام مش عاوز أقول لحضرتك يعني ما عنديش حاجة حصري النهاردة يا أستاذ أسامة. ليه بس كده؟ والله بص يا فندم، عشان أنا ممكن أقول لحضرتك 30 وبعد بعد شوية يطلعوا 50. طيب ماشي، بس انا عايز اقول ان فكره انه ان شاء الله يطلعوا 30 معنى كده ان النتيجه كويسه، يعني اتفضل. هي النتيجه النتيجه خلصت، النتيجه مطمئنه جدا، النسب بتاعتها مطمئنه، النتيجه فيها نسب النجاح اعلى من السنه اللي فاتت ب 3 الى 4%. بالرغم من المواد اللي كان فيها شكوى يا استاذ اسامه، يعني كان عندنا الكيمياء فيها شكوى. الكيمياء بالنسبه للكيمياء طبعا كان عليها شكاوى كتير من الطلبه. الكيمياء عايز اقول لحضرتك الكيمياء في 2500 طالب واكثر حصلوا على الدرجه النهائيه في الكيمياء، وفي اكثر من 95 في اكثر من طالب حصل على 95% في الكيمياء. فحتى عمليات التصحيح والمراجعه اللي تمت علشان خاطر يقيموا مدى صعوبه الكيمياء كانت المؤشرات بتقول غير، بخلاف ما ظهر ما تكلم عنه الطلبة وأولياء أمورهم عقب الامتحان. ويمكن الأرقام خير دليل إن إحنا لما يكون عندنا 2500 أو 3000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية، ده معنى كده ما كانش فيها أي مشكلة حقيقي، ده رقم مش قليل. ما فيش أي مشكلة، وفي كمان بالإضافة إنه في عدد كبير من الطلبة حصلوا على أكثر من 95% في مادة الكيمياء. فبالتالي كل هذه الأمور بتقول إنه التصحيح أو النتيجة بخلاف ما كان بيتردد على مواقع التواصل الاجتماعي. صحفي كبير متخصص في الشؤون التربية والتعليم طلع على صفحته وقال النتيجة النهاردة السبت بالليل حد هتكون أوائل طلبة يعلنوا. والله يا فندم أنا عاوز أقول لحضرتك مفيش أي معطيات لده. كل الزملاء كانت بتجتهد، وفي ناس بتجتهد بناء على معلومات، لكن الكلام الفصل هو ما أدلى به السيد الوزير بخلال مكالمة هاتفية في عصر اليوم بينه وبينه، يعني أكد فيها أن النتيجة مش هتكون قبل الثلاث،
وانه لسه في عمليه مراجعه وتدقيق. وبرضه عشان نقول لحاجه لاولياء الامور برضه احنا مقدرين الضغط العصبي اللي هم فيه، لكن دي في مصلحتهم لما تطلع النتيجه ما فيهاش مشاكل ويبقى في تدقيق وكل طالب حصل على حقه، مش هتفرق معانا ال 24 ساعه اللي جايين دول. يعني 30/9 بدايه الدراسه للعام الجديد بالجامعات والمعاهد. ده بالنسبه للتعليم العالي طبعا، لكن لسه التعليم قبل الجامعي لسه لم يحدد بعد، لكن مش هيبقى اقل من 15 سبتمبر ومش هيكون اكتر من 30 سبتمبر. يعني كل سنه وحضرتك طيب، بشكرك على هذه المداخله، نقول الامينه جدا والمنضبطه في تحديد الالفاظ جدا، بشكرك استاذ اسام. دي كانت عن وزارة التربية والتعليم، فأنا كل اللي برجوه من حضراتكم فكرة الهدوء وهدوا الولاد، لأن مش فارقة النهاردة من بكرة الحد من الاثنين أو من الاثنين للثلاث عشان تاخدوا نتيجة منضبط، لا أسامي غلط، لا أرقام جلوس متلخبطة، ولا مدارس راحة مكان مدارس. فإن شاء الله ده يبقى في صالح الطلبة، وزي ما قلنا المؤشرات جيدة، المواد اللي كان فيها صعوبة وكان يقال إنها يعني خارج التوقعات للطلبة أو الطلبة طلعوا يشتكوا منها، في منها 250 جايبين درجة نهائية، وده رقم مش بقليل أبدا. عن الطقس، في حالة في نزول 5 درجات لدرجة الحرارة النهاردة، الجميع حاسين بأن الجو إلى حد ما لطيف. قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي أنه بداية من اليوم السبت سيحدث انخفاض 5 درجات في انحسار مؤقت للمنخفض الحار، ويشار إلى أن شهر أبيب هو آخر شهر في الصيف وأشد الشهور حرارة، وفيه تسود الحرارة الشديدة طول الوقت حيث تتوالى الموجات الشديدة الحرارة بدون انقطاع، وترتفع درجة الحرارة الليل ويصاحب الحرارة عليا بزيادة أكبر في الطاقة الحرارية الشمسية. المهم أن نسبة الرطوبة كمان صباحا هتكون عالية، فكل اللي قلتهم لحضراتكم أن احنا اللي كان مأجل مأجل حاجة في ال5 درجات اللي نازلين دول أن احنا نستفيد بيهم، لأن أكيد شهر 8 هيكون هو الأصعب، وده اللي أعلنته أيضا الأرصاد أن شهر أغسطس مش هتنكسر موجة الحرارة بل هتستمر معنا. في حاجة تانية برضو حابة أقولها، أنا كنت بدأت حلقتي بما معطيات اللي كانت مديها لنا الوزارة الكهرباء ان القطاع الكهرباء هيكون لحد يوم الاثنين الماضي، لكن واضح ان احنا مستمر معانا بعد خروج رئيس مجلس الوزراء علينا بالتصريحات اللي قالها ان احنا نتحمل شويه علشان خاطر ما عندناش المازوت او الغاز الخاص بتشغيل محطات الكهرباء، فواضح ان احنا مستمرين شويه لاخر شهر 8. فكل اللي انا عايزه اقوله حضراتكم سستموا نفسكم على هذا، لان اكيد في بعض اللي عايز يسجل حاجه، الشغل مرتبط بالكهرباء، اللي حياته عنده حد مريض، حاولوا، لانه بيقال ان في جدول رسمي هينزل بانقطاع الكهرباء، وده اضعف الايمان من الوزاره او من الحكومه، ان انا بس ابقى عارفه الكهرباء هتقطع عندي من امتى، لو في حد تعبان يتحرك من مكانه لمكان تاني، يجيبوا له اجهزه لا تسمح ببطاريات بدل الكهرباء، ايا ما يكون. يعني لقائنا في الفترة الحوارية بتاعتنا هيكون عن قداسة البابا شنودة، وده هيكون مش النهاردة بس، هيكون من السبت اليوم الأربعاء القادم. هذه الفقرة نقترب منها أكثر، نعرف عن حكيم العرب وبابا العرب وحبيب الملايين، ويمكن الراعي الأمين اللي كلنا هيفضل في قلوبنا وفي عقولنا طول السنين، وكل سنة وكل مناسبة بنفضل نكتشف جديد ونقترب منه أكثر ونتعلم أكثر وتزيد محبته أكتر وأكتر. خليكم معايا، عندي فقرة هامة جدا عن قداسة بابا شنودة. شعب مصر، إن الحب الذي فينا لا يعرف تعصبا ولا تفريقا، فنحن أخوة في هذا الوطن. إن وطنية الأقباط لم تكن في يوم من الأيام موضع سؤال ولن تكون، وأرجو أن تظل مصر سالمة باستمرار، هادئة باستمرار،
لها الوجه المشرق الذي نحبه لها في كل حين. ونحن نحب هذا الوطن، نحب ترابه وماءه وتاريخه وأمجاده وحاضره وماضيه ومستقبله المجيد بإذن الله. في ذهني كثير من الأخوة المسلمين المحبين اللي بيهتموا بيكم أكتر ما تهتموا بأنفسكم، وأتذكر عبارة جميلة سمعتها من بعضهم، قالوا: نحن لا ندافع عن مطالب الأقباط، نحن ندافع عن حقوق الأقباط. ونرجو في المستقبل أن يوطد الله دعائم الوحدة الوطنية في هذا البلد بقوة يشهدها الكل وبحب يشهده الكل، ونحن قلوبنا مفتوحة للجميع وأحضاننا مفتوحة للجميع، الجميع يسكنون في قلوبنا وقلوبنا لا تعرف غير الحب. نحب كل أحد، نحب المسلمين كما نحب المسيحيين، ونحب الذين يحبوننا كما نحب الذين يخطئون إلينا. نحن لا نعرف سوى الحب. برحب بحضراتكم، وإن كنت أتمنى أن ينقل لكم أو ينقل لكم الفاصل اللي كنت بتكلم فيه مع ضيفنا الآن عن مدى الحميمية والقرب، وإحنا بنسترجع ذكرياته مع قداسة البابا شنودة. فكرة إن هو طول الحديث بيتكلم وأنا بسمع وسكتة، وكأنه بيتكلم عن شخص لسه كان بيزوره دلوقتي وجاي لي، عن هذا الحاضر دائما، عن كل هذا التأثير المستمر لعشرات السنين. أنا وأنا بتكلم مع ضيفنا كنت متوقعة أنه كانت الزيارة قبل انتقال ورحيل قداسة البابا شنودة، لكن قال لي لا، دي كانت من قبل كده بسنين كتيرة جدا. متشوقة أن نقترب ونعرف أكثر عن هذه اللقاءات والحوارات اللي كل سنة، زي ما قلت حضرتكم، كل سنة وكل مناسبة وكل ما هنذكر ونتكلم عن قداسة البابا شنودة هيكون في جديد هنعرفه، هيكون في لقالق هتطلع وهنعرفها أكتر عن حبيب الملايين قداسة البابا شنودة. خلينا نرحب بضيفنا دكتور محمد السيد أحمد، أستاذ الاجتماع السياسي واللي جمعه بقداسة البابا، يعني لقاءات كتيرة. برحب بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ. دائما ما نجتمع ونتحدث في السياسة. صحيح. اليوم سنتكلم بعيدا عن السياسة، وده اللي قاله لحضرتك قداسة البابا شنودة. أنا الكنيسة ملهاش دعوة بالسياسة، إحنا بنشتغل كاجتماعيا فقط. ده صحيح. أول لقاء، وكيف كان اللقاء بقداسة البابا؟ يعني أول لقاء هو كان تقريبا عام 98، وكنت بأعد لي رسالة الدكتوراه بتاعتي، كنت بعمل دراسة عن الخطاب السياسي للطبقة الوسطى المصرية، فوأنا بجهز لي يعني دراسة الخطاب السياسي للطبقة الوسطى المصرية، شفت ان الخطاب السياسي ليس خطابا واحدا ولكن خطابات متنوعة، خطاب ليبرالي، خطاب ماركسي، خطاب سلطوي، خطاب اسلامي، دي الخطابات اللي كانت موجودة، وقلت اكيد في خطاب قبطي، فلماذا لا يكون هناك خطابا مسيحيا وهو خطاب سياسي لانه متفاعل مع المجتمع.
ففي تلك الأثناء يعني اختلفنا مع بعض يعني الزملاء، أعتقد منهم الأستاذ يوسف سيدهم وصديقي العزيز يعني سامح فوزي، الدكتور سامح فوزي كان يعمل كان يعمل أيضا دكتور سامح في جريدة ويكتب في جريدة وطني في تلك الفترة، واختلفنا عن هل بالفعل يعني هناك خطابا قبطيا، وأنا كنت واخد يعني بعض الصحف باعتبارها منابر بتعبر عن هذه الخطابات المتنوعة، منها الخطاب الليبرالي جريدة الوفد، الخطاب الماركسي جريدة الأهالي، الخطاب السلطوي جريدة مايو، الخطاب الإسلامي جريدة الشعب في تلك الفترة، وقلت هاخد جريدة وطني باعتبارها منبر يعبر عن الموقف أو الخطاب القبطي حقيقة أو الخطاب المسيحي. فهنا حدث خلاف حوالين هل بالفعل في خطاب قبطي أم لا، فكان لابد أن نحتكم في النهاية إلى السلطة الأعلى في الكنيسة المصرية، وهي قداسة البابا شنودة، وكثير من الأصدقاء يعني يسروا لي يعني هذا اللقاء، وهو قداسته رحب جدا وكان يعني محبا، ويعني وأنا كنت يعني متحمس جدا لأن أنا ألتقي، لأني كنت قد عشقته من مواقفه التي كنت أعتبرها سياسية، وهي مواقفه الوطنية الذي هو أكد لي أنها مواقف وطنية. يعني أنا ده لا يغير وجهة نظرك بعد كده يعني أنا عندي توجه سياسي قومي، فكنت أعتقد أنه عدم يعني أو الموقف من العدو الصهيوني هذا موقف مبدئي بالنسبة للقوميين أمثالي أو الناصريين أمثالي، فكنت لما يعني أعلم جيدا موقف قداسة البابا من العدو الصهيوني، ومنعوا حتى زيارة منعوا لزيارة يعني يعني الأبناء في الكنيسة المصرية من أنهم يزوروا الأماكن المقدسة حتى تتحرر فلسطين. كنت أعتبر أن هذا موقف عظيم جدا بالنسبة لي، فذهبت للقاءه وأنا شغوف بأن أفتح معه حوارا حول كثير من القضايا، وليس موضوع دراستي فقط الذي حسمه منذ اللحظة الأولى، وهو هل للكنيسة دور سياسي أو خطاب سياسي، أن لا يوجد. هو على فكرة وضع لي تعريف خلاني أنا يسهل علي الدراسة، إنه لا يا حبيبي أو يا ابني أو يا غالي عندي، لأنه كان بيتكلم بحميمية شديدة، فكان يقول لي يا محمد الموضوع مش كده، إحنا الكتاب المقدس يعني حدد العلاقة بالسلطة، والسيد المسيح يعني نفسه حدد الموقف من السلطة حين قال دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وكان يعني قادر يفرق بشكل واضح ما بين إنه الإسلام حين ظهر ظهر يعني ليجمع ما بين الدين والسياسة، لأنه ظهر في مجتمع وفي ظل ظروف مختلفة عن نشأة المسيحية التي ظهرت في ظل وجود دولة بالفعل وهي الدولة الرومانية، وبالتالي كانت الدعوة هي دعوة روحية فقط، وبالتالي كان دائما يعني أو أكد لي على أنه نحن وفقا للكتاب المقدس والعقيدة المسيحية نفرق ما بين يعني الدين والسياسة، ودعوتنا دعوة روحية، والدور أنا طبعا كنت بناقش بأنه الدور الذي تقوم به الكنيسة واللي بتقوم به حضرتك هو دور سياسي، يعني حين تضلي برأيك وفي بعض القضايا العامة الخاصة بشؤون المواطنين وحقوق المواطنين على مستوى الصحة وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى الاقتصاد، فكان يحدثني أن هذا دورا نحن اجتماعي. موقفنا واضح من السلطة السياسية، الدين المسيحي يعني يجبرنا على الدعاء لرئيس الدولة والحفاظ على الدور الوطني للكنيسة، لكن
هذا لا يعني أننا لسنا لنا دور في هذا الوطن، لنا دور مهم جدا لأننا شركاء في هذا الوطن، وبالتالي وطنيتنا تحتم علينا أن ندافع عن حقوق المواطنة، وحقوق المواطنة حق اجتماعي وليس سياسي. هنا كل ما تطرحه الكنيسة من قبل، قال لي إحنا لا نعارض الدولة ولا نعارض الرئيس ولا نعارض السلطة السياسية، لكننا نتحاور معها، نتحاور معها من أجل مصالح الوطن ومن أجل مصالح كل المواطنين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. فهذه رؤية كانت. فعشان كده قلت له طب حضرتك لو أنا بتكلم على الخطاب سياسي مسيحي، قال لي مفيش حاجة اسمها خطاب سياسي مسيحي. قلت له امال ايه نقدر؟ قال لي المسيحيين ليس انت تعريفك للخطاب ايه؟ قلت له انا تعريفي للخطاب انه يعبر عن رؤيه سياسيه واحده، يعبر عن مرجعيه واحده. قال لي طب هو احنا عندنا الكنيسه المصريه ليس لديها رؤيه سياسيه واحده وليس للمواطن؟ قال لي لكن كل مواطن مسيحي من حقه انه يبقى عنده انتماء سياسي مختلف. وطرح لي، قال لي جمال اسعد يعني، قال لي اهو يعني في وقت من الاوقات كان يعني نزل الانتخابات على قوائم الاخوان المسلمين في فتره من الفترات، وكانت له توجهات بعد كده يساريه، هنا حريات شخصيه، في حريات. قال نحن نعطي حريه في العمل السياسي للمواطنين المسيحيين كي يعني يختاروا الرؤيه التي او الخطاب السياسي الذي يوافق هواهم، لكن حين تحضر الى الكنيسه ف تترك انتمائك السياسي بالخارج، لا وجود له على أرض الواقع. فقلت له طب نقدر نقول إيه؟ قال لي الأقباط، ودي بقى اللي حددت لي الفرق ما بين الخطاب السياسي وما بين موقف المسيحيين في مصر. قال لي المسيحيين لا يمتلكون خطابا سياسيا لكن يمتلكوا رؤى سياسية. برؤى سياسية يعني كل مسيحي ينتمي إلى رؤية من. فلما قلت له ان انا عندي خطاب ليبرالي وخطاب ماركسي، قال لي المسيحيين يتقاطعون مع كل هذه الخطابات ويحق لهم ان ينتموا الى كل خطاب من هذه الخطابات على المستوى السياسي كحريه شخصيه، لكن هذا الانتماء ليس له علاقه بالعلاقه الروحيه، ليس له علاقه بالموقف الاجتماعي للكنيسه، ان الكنيسه تدعم السلطه السياسيه وتدعو لرئيس الدولة في كل صلواتها، لكن في نفس الوقت القضايا الاجتماعية نشتبك مع القضايا الاجتماعية التي تحقق الصالح العام لكل المواطنين فقط. وبالتالي من حقنا ان احنا ندافع عن حقوق المواطنة، لكن في اطار حوار مع السلطة السياسية، في اطار حوار مع الحكومة، في اطار حوار مع حتى رئيس الدولة، دي حوارات نفتحها بقى. فكانت يعني الرؤية أنارت للطريق. حضرتك يعني كنت كم سنة في التوقيت ده؟ يعني أنا في التوقيت ده 38 سنة، كنت 38 سنة، لا 98، كنت 28 سنة يعني 28 سنة. وكان استقباله ليك بهذه الحفاوة وكل هذا التوضيح طبعا وكل هذا يعني السخاء؟ يعني استقبلني كابن من أبنائه، وكنت طالب دكتوراه يعني شاب صغير ومتحمس وعندي موقف يعني من قضايا هو شايف انها قضايا مهمة، وكان بالفعل يعني شجعني، وهو كان يعني مشجع للعلم يعني بالذات لما كان طالب علم. يعني انا لم اكن في ذلك الوقت لا صحفيا ولا اعلاميا ولا يعني، لكن احترم رساله الدكتوراه وحضرتك انك بتحددها الموضوع، وكنت مصر على هذه اللقاءات يعني او اعمل زي دراسه حاله لي يعني الشخصيات الكبرى في المرتبطه بموضوع بحثي. فهو يعني يسر لي او يعني منحني هذه المكرمة يعني، ويعني هدية بالنسبة لي يعني. هذا اللقاء بعتبره وسام على صدري، لأن بالفعل فتح لي كثير من آفاق المعرفة. شخصية موسوعية يعني، وهو أنت موجودة يتحدث يعني في قضايا أنا كنت بعتبرها تمس السياسة، فيتحدث بعمق شديد، تتحدثين في قضايا تخص الاقتصاد فيحدثك، قضايا تخص الصالح العام. في حالة إعجاب
اعجاب شديده طبعا، لان حضرتك لسه سايبه في اللقاء امبارح يعني، لان قول لي ايه التاثير ده، ايه الشخص اللي ساب كل التاثير ده، ايه حاله الاعجاب المستمره معانا حتى في الفاصل، حضرتك كانك كنت لسه مقابله جاي. التاثير روحي يعني يعني في لقاءات لي هو كان صاحب كاريزما يعني وتاثير، ده صحيح يعني. يعني كنت اسمع عن وأنا يعني بحكم التخصص علم الاجتماع السياسي أقرأ عن فكرة الكاريزما اللي حضرتك بتقول عليها، اللي هي الشخصيات التي تتصف بصفات فيها إلهام، وحين تحتك أو بالجماهير فطخ يعني تخطف، سريع البديهة جدا ومعبر بشكل قوي جدا ومؤثر جدا ويترك أثر حتى ولو التقيتي للحظات يترك أثر فيكي. يعني أنا كنت يعني أقرأ مثلا عن المؤثرين في التاريخ، وكنت مبهور مثلا بشخصية جمال عبد الناصر، وكنت أقول كيف استطاع جمال عبد الناصر أن يكون بكاريزمته ملهما مش فقط لمصر ولا ملهما للأمة العربية، بل ملهما لكل الأحرار في العالم. يعني لما أشوف واحد زي هوجو شافيز يعني أتى بعد وفاة جمال عبد الناصر بسنوات طويلة فيقول أنا لست بماركسي ولكنني ناصري على خطى الزعيم جمال عبد الناصر. لما أشوف جيفارا اللي كان يعني كبير السائرين في العالم يقول إنه تلميذ من تلامذة جمال عبد الناصر. إيه الشخصية بتاعت جمال عبد الناصر؟ كيف يكون رئيسا مهزوما، وبعد ما يكون رئيس مهزوم تخرج الجماهير تتمسك به رغم انكساره وهزيمته إيمانهم به. أنا وجدت في قداسة البابا هذه الشخصية التي تجعلك تؤمني به، يعني تشعري بأنه بالفعل يعني أثر حتى على مستوى أنا بتناقش في قضية علمية وتبص تلاقيه بيكلمك وكأنه عالم اجتماع، بيكلمك كأنه واحد من الكبار المتخصصين في هذا التخصص اللي انت جاي، ويقول لك يفرق لك حتى على مستوى المفهوم. يعني انت عارفة المفاهيم بالنسبة لنا في العلم هي اللغة بتاعتنا، هي الأساس اللي بنبني عليه دراساتنا. فلما يقول لك لا استنى، ده مش خطاب سياسي، اوعى تفكر اللي احنا بنعمله ده خطاب سياسي، ده خطاب اجتماعي، ده دور اجتماعي، لكن الخطاب السياسي شيئا آخر. احنا عندنا رؤى سياسية، من حق كل مواطن مسيحي انه يبقى عنده رؤية سياسية ينتمي إليها، لكن حين يأتي إلى الكنيسة فالكنيسة تقوم بدورها الروحي والاجتماعي. يعني اللي انت تشوفه انه سياسة انا شايفه انه اجتماعي. وكان كمان يعني، ودي برضك مهمة قوي، فكرة الخلاف أو الاختلاف في الرأي. إزاي تقبل يعني أو تقتنع برؤية وأنا جاي وأنا يعني مجهز نفسي ومجيش نفسي للدفاع عن الفكرة بتاعتي، فأنهزم فجأة وأتراجع. هزم برضا. برضا. يعني خليني أقول بمنتهى الرضا، أنا شايفة. لا بحب. رضا وتسليم كمان. ولا. واقتناع. أنا متأكدة أنه مقنع وعن. لا التنع. بعد 25 سنة أستاذة ألفت. أيوة. يعني تخيل حضرتك هذا اللقاء مر عليه 25 حضرتك سنة. حضرتك بتتكلم وكأنك لسه تارك البابا شنودة وجاي. فبقول له حضرتك بعد 25 سنة أنا لازلت أردد نفس الكلام، ويمكن يعني حتى وهو الإعداد بيسألني الأستاذ عادل زميلنا العزيز في الإعداد، تحية ليهم، تحية طبعا ليه ولل، فهو بيقول لي يعني اذكر لي، أنا ذكرت له بعض المواقف ولم أراجعها. يعني أنا على فكرة كل هذا الكلام موثق في رسالتي للدكتوراه اللي هي أصلا بعد كده نشرت وأصبحت كتاب موجود، يعني نشر أكتر من طبعة منه وكده، حتى لم أرجع وموثق في هذا اللقاء أو هذه اللقاءات، لم أرجع مرة أخرى للكتاب لأراجع هذه الحوارات قبل ما أجيلك. لا أنا كل كلمة وكل يعني ما صدر خلال اللقاء راسخ في ذهني، لدرجة أني قلت لحضرتك أني بعدها بسنوات جات الفرصة أني كنت بكتب مقال في جريدة العربي في يعني بابا شنودة ومواقف الوطنية، فكتبت مقال ويعني إهداء لقداسة البابا حين قامت يعني الانتفاضة. إيه أهم المواقف الوطنية لحضرتك
خلينا نتطرق لها قبل ما ندخل على موضوع المقال. اللي دفع بحضرتك انك تكتب مقال بالاسم البابا شنودة مواقفه الوطنية؟ لانه بالفعل قدسة البابا على مدار يعني كل حين كانت مصر في خطر. كل لما كانت مصر في خطر تشعري انه في حائط صد يوقف كل محاولات. يعني مثلا في فترات الفتنة الطائفية ودي أزمة كبيرة، وأعتقد أن هناك أصابع خارجية كانت تلعب في يعني هذا الملف كثيرا، وفي منظمات نعلم أن هي منظمات حقوقية ومنظمات دولية كانت تلعب في هذا الملف وتحاول أن تسيره. قداسة البابا كان كما يفعل الآن يعني قداسة البابا تودروس، لا، موقف الكنيسة هو موقف ثابت. فقداسة البابا شنودة كان يعني مواقفه مواقف حاسمة، يعني من خلافه مع الرئيس السادات يعني لا يمكن أن ينسى، يعني ده موقف وطني حقيقي. كان يستطيع، كان قادر بكلمة يشعل الشوارع طبعا يشعل، ده حقيقي هو يعني لا أخذ الجانب الوطني طبعا، يعني كان يعلي الوطن على يعني كل شيء حتى على مصالح يعني الشعب المسيحي. يعني أكيد يعني وصل لحضرتك الأيام اللي فاتت دي محاولة النيل من قامة البابا شنودة. حضرتك شايف إزاي وشايف رد الفعل اللي حصل على مستوى ملايين من المصريين ومش المسيحيين بس، لا 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 على يعني مستوى ملايين المصريين؟ هقول لحضرتك وفكرة يعني أن لا، أنه كل سنة بتعدي مكانته بتزيد، قيمته بتتعرف أكتر، قدره بيبقى موجود أكتر. يعني كان قدسته يعني يكتب مقالا يعني بشكل منتظم في جريدة الأهرام وكنا ننتظر مقالته، يعني وإحنا ولاد صغيرين وكده كنت أنا أتابع مقالاته بشغف، وكنت أشعر بأنك بتتعلم قيم جديدة وبتتعلم، وده يمكن اللي رسخ فكرة أنه أبحث عن هذه الشخصية، كيف نشأت، كيف تربت، كيف ترعرعت، كيف يعني تشكل فكرها، إزاي يعني أصبح قارئ موسوعي، يعني شكل بالفعل ثقافة موسوعية لا تستطيع، يحدثك في كل شيء. وكان خفيف الظل، يعني النقطة حاضرة لأنه جزء من يعني الثقافة المصرية، الموروث المصري، الموروث الثقافي المصري، والموروث الشعبي المصري. ف يعني كان دائما يعني الابتسامة لا تفارق وجهه، لدرجة أنه حتى وإحنا بنتكلم فيه بجدية شديدة وفي قضايا يعني علمية وفي قضايا يعني مهمة جدا بتخص حتى مستقبلي، وأنا يعني واخد الموضوع بجدية شديدة وأنا بأعد يعني أطروحة الدكتوراه، كنت أجده أنه يعني يحاول يخفف كثيرا من الشد العصبي بضحكة، بابتسامة، بنكتة، وكان بالفعل يعني خفيف الظل. وكان يعني أي محاولة، أنا بعتقد أنه أي محاولة للتشويه هذا الرمز المش المصري، محاولة خسيرة في النهاية، مش المصري ولا العربي، هذا الرمز العالمي، يعني هناك شخصيات تأخذ أو تصبح لها مكانة عالمية. فقداسة البابا شنودة يعني تعدى كل هذا. عشان كده بقول لك فكرة انه يحدث هجوم على قداسة البابا من قبل يعني الاشجار المثمرة هي التي تقذف في الحجارة، هي التي يعني يختلف عليها، هي التي يحاولون ان ينالوا منها، لانه بالفعل كان ممتلئا، كان يعني يملك يعني معانا على الشاشه بعض لقاءاته بالقادة العرب والقادة العالميين طبعا، وايضا بجوار الرئيس السادات. المواقف كتير، ويمكن زي ما قلت حضرتك هو مش حبيب المصريين، هو حاليا اصبح شخصيه عالميه. صحيح أكثر. صحيح. خليني اسال حضرتك عن المقال اللي كتبته عن مواقفه الوطنيه، ولما بعت له المقال كان رد فعله ايه؟ يعني طبعا اتنقل لي، لانه ما يعني ما صادفتش ان انا يعني اتمكن ان انا التقي بعد المقال، لكن وصلت لي الرساله يعني من الوسطاء الذين ارسلت من خلالهم المقال، انه بالفعل سعد وقال محمد ده ابني.
يعني لأنه كان يتذكرني رغم أنه قد مرت سنوات يعني عديدة على ما بين المقال وما بين اللقاء. فسعدت جدا أنه لازال متذكرني ولازال أنه متذكر يعني ما كتبته أثناء مرحلة الدكتوراه. وطبعا المقال كان بالفعل يعني أنا بعتبره كان تسجيل لعرفان وتسجيل لموقف يعني كان واجب علي أني أذكره لشخصية أثرت في على المستوى الشخصي حتى قبل أن ألتقيها. أنا قلت لك كنت أتابع مقالاته وأتابع يعني أحاديثه. اختلف انطباع حضرتك عن قبل ما تشوفه عن بعد ما شفته؟ هل الصورة طبعًا اللي كنت رسمها رحت لقيت فيها ملامح من اللي كانت موجودة ولا يعني ولا كان يعني كله بالنسبة لك مفاجأة؟ بالنسبة لي لأني كنت أرصد هذه المواقف الصلبة والشجاعة يعني بأمانة أنا كنت بقرا أنه لا يستطيع أحد في فترة من الفترات أن يواجه يعني رأس السلطة السياسية أو أنه ويعارضه أو يخالفه في الرأي أو أنه إلا إذا كان على أساس وطني. والموقف من العدو الصهيوني في ظل كانت هرولة وتطبيع ويعني انبطاح يعني شديد لكثير من الزعماء والقامات السياسية كانت يعني مواقفها للأسف من العدو الصهيوني مواقف مخزية، سعي للتطبيع وهرولة نحو التطبيع. فتجدي يعني رمز يستطيع انه يدافع ونحتمي به، فكره الاحتماء ان احنا نحتمي في وبالذات لما تبقى مواطن مؤمن بفكره، يعني انا مواطن مؤمن بفكره ان علاقتنا مع هذا العدو هي او صراعنا مع هذا العدو هو صراع وجود وليس صراع حدود. فنحتمي بمن؟ نحتمي برموز كبيره. فكان قداسه البابا شنوده أحد أهم هذه الرموز التي تستطيع أن تحتمي بها وفي مواجهة يعني أنصار التطبيع مع هذا العدو. وكنا نقول أهو موقف صلب، موقف شجاع، موقف فيه بطولة حقيقية، يعني الرجل لم يتراجع عن هذا الموقف إلى أن لقى ربه. يعني مسألة يعني بصراحة ويعني فكرة التمسك بالمبدأ والتمسك بالموقف مسألة عظيمة جدا. مشكلة طائفية والغرب يبتدي يتواصل معاه، احنا معاكم احنا في ظهركم، دي قضايا داخلية ولا تدخل لأحد. هنا بقى كانت كلمة واضحة الوطن. موقف واضح هي ده على أرضية الوطن كان بالفعل. واحنا شفنا فترة المد الكبيرة بالذات مثلا في السبعينيات وبعد كده التمانينيات كان مدى تأثير وقوة الغرب طبعا يعني في فترتين صعبين جدا. لو هتكتب مقال اليوم عن البابا شنودة، متنيح البابا شنودة، ايه الخطوط العريضة اللي هتكون في مقال اليوم؟ يعني لو بكتب مقال النهاردة يعني لابد بالفعل اني يعني أذكر هذه الروح والملهمة اللي بالفعل ألهمت كتير من المثقفين وكتير من الشباب اللي مؤمن ببعض القضايا القومية والوطنية اللي كان يشعر في لحظة ما إنه يعني ضعيف وهش ويمكن أن يفترس. فيجد أنه الكتابة أو الاحتماء برمز كبير مثل قداسة البابا شنودة بيديك نوع من أنواع الحماية ونوع من الإطمئنان. لأنه كمان في جزئيتين مهمين، أنه إلى جانب هذا الموقف الحياتي يعني اللي هو من الحياة اليومية أو من الواقع المجتمعي اللي احنا بنعيشه، إلا أنه يعني هذا رجل يعني له علاقة روحية كبيرة بالسماء. فكيف لهذا الرجل الذي له علاقة روحية كبيرة يعني يعيش معنا على هذه الأرض ويلتحم بقضايانا؟ فدي مسألة بتديك اطمئنان كبير بأنه ما يقوله هو
حقيقة يعني في حقيقة الأمر هو يعني روح مستلهمة من التعاليم الدينية ومن المولى عز وجل. لم يتخلى عنها يوم حقيقي. بشكرك جدا دكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع، شرفتني ونورتني. وسيظل قداسة البابا حاضر ومؤثر، مسيرة تنتهي وكله الخير وربنا موجود، كلمات هتفضل معانا طول الوقت. خليني أدعوكم مرة أخرى أن أنتوا تشاركونا هذه الاحتفالية في المركز الثقافي يوم الثلاث والأربع، وهتكون ختام الاحتفالية في المنارة، ونتمنى تشرفونا، وهيكون في أبحاث علمية، هيكون في كتير كتير معلومات جديدة عن قداسة البابا شنودة. بشكركم وتصبحوا على خير، بكرة حلقة جديدة، مساء الخير، شرفتنا.